دكتور، هذه المشكلة هي عكسية حقيقة. احنا راح استسمحك دقائق بسيطة، راح نتحول للعراق لتقرير خاص بتأثيرات المناخ. انت حضرتك ذكرت بأن ارتفاع مناسيب المياه في بعض البلدان ممكن يؤدي إلى دمار الاقتصاد بها والزراعة وكل هذه الأمور. احنا الصورة تختلف في العراق، هناك قطع للمياه من بعض منابعها وتقليل الحصة المائية بالنسبة للعراق أثر تأثير كبير على النتاج الزراعي بالنسبة للعراق، وأيضا مخلفات المصانع وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو أدى إلى يعني تلوث البيئة بشكل كامل. راح أنا وحضرتك والمشاهدين والزملاء نتابع تقرير من العراق، وبعدها نكمل الحديث حول تغيرات المناخ. إذا مشاهدينا نتابع التقرير من العراق وبعدها نكون متواصلين. تلوث، تصحر، شحة في المياه، أزمات تتفاقم شيئا فشيئا في العراق الذي دخل على خط أزمة المناخ العالمية والناتجة من تصاعد معدلات الاحتباس الحراري. الوقوف بوجه ذلك يتطلب جدية في اعتماد مصادر الطاقة البديلة وإيجاد معالجات للتضخم السكاني والتوسع العمراني. الاستخدام المفرط في ثاني أكسيد الكربون وكثرة المصانع أدت إلى زيادة تراكيز بعض الغازات. هذه التراكيز ولدت نوع ما يسمى بظاهرة تسمى بالاحتباس الحراري، بمعنى أنه أصبح الغلاف المحيط بينا أشبه بالفرن لزي درجة الحرارة. الزراعة هي الخاسر الأكبر من جراء استمرار التغيرات المناخية التي قللت بنسب كبيرة المساحات المزروعة وأثرت على محاصيله المهمة كالحنطة والشعير. فأزمة العراق المائية مع دول المنبع تتطلب استراتيجية حكومية تضمن بناء السدود والخزانات واعتماد وسائل الري الحديثة. هاي شحب المياه أدت إلى قلة المحاصيل الزراعية وكذلك حصول التصحر اللي أدى إلى انكماش الرقعة الزراعية اللي صالحة للزراعة. هذا شو أدى بدوره؟ أدى إلى انخفاض الناتج الزراعي في العراق. خلينا نتكلم عن العراق كبلدنا. انخفض الحاصل الزراعي بالعراق. يعني سابقا كان مثلا محصول الحنطة يوصل 5 ملايين أو 6 ملايين طن. بهاي السنتين الأخيرة وصل إلى 50%. ما إن تلتزم البلدان ببنود اتفاقية باريس للمناخ وتكون هنالك جدية حقيقية في تطبيق متطلبات البيئة المستدامة، حينها يمكننا مواجهة التغيرات المناخية. لبرنامج بيت للكل، حسن الفواز، بغداد. رجعنا مشاهدينا بعد ما تابعنا تقرير العراق. حقيقة الكلمات مؤثرة حول التأثيرات السلبية بالنسبة لاستخدام المصانع وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى شحة المياه بما أنه دجلة والفرات، لكن قلة الحصة المائية من منابعها.